زي ما عودناكم دايما في صباح الخير يا مصر، دايما بقى فيه احتفال بالايام العالميه للامم المتحده. النهارده يوم خاص جدا، النهارده اليوم العالمي للقراءه بطريقه برايل اللي اقرته هذه المنظمه الامميه لتعزيز الوعي بهذه اللغه اللي بتعتبر جسر للتواصل ما بين المكفوفين ونحو الطريق للوصول للمعرفه. بالمناسبه دي هيكون في الاستوديو معانا احد بطلات التحدي اللي قدرت ان هي تتخطى كل الصعوبات وتكون اول كفيفه تلتحق بالقسم اليوناني الحديث بجامعه القاهره. مش كده بس، رغم سنها الصغير قدرت ان هي ايضا تكون مذيعه في البرنامج الاوروبي وحصلت على شهاده اعتماد من اليونان، وكانت اول مصريه كفيفه تحصل عليها. السنه اللي فاتت ايضا ظهرت ليها اول روايه بنت ألفها للنور في معرض الكتاب. خلينا نعرف أكتر عن بطلة التحدي أندي العربي اللي منورانا في الاستوديو. يا أندي صباح الفل عليكي، أهلا وسهلا. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر، وأنا مبسوطة أني موجودة النهاردة هنا مع حضراتكم في الاستوديو. أنت منورانا وإحنا سعداء بوجودك معانا. وعايزين نبتدي بقى القصة، يعني إزاي اتعلمتي برايل؟ إزاي بدأتي تتعلميها؟ تفاصيل سهلة وكانت ولا صعبة عليكي؟ كل التفاصيل بقى. لا، هو البرايل بدأ معايا من زمان قوي، يمكن من قبل ما أدخل المدرسة بدأت معايا بيه والدتي، وبعدين يعني بدأت هي تجيب كتب خاصة بالبرايل، إزاي المبصرين يقدروا يعلموا المكفوفين برايل أو يتعلموه هما. لأنه أنا كنت يعني أكبر إخواتي وأول بنت ليها، فهي ما كانتش عارفة تعمل إيه، فبدأت إن هي تذاكر الكتب دي. يعني الكتب كانت بتشمل كل حاجة ليها علاقة بالمكفوفين سواء طريقة برايل أو غيرها. بدأت إن هي تعلمني، وبعدين بعد ما دخلت بقى المدرسة أنا كنت دمج كامل، كانت دراستي في مصر اللغات. دخلت وتعلمت هناك. الحقيقة المدرسة كانت بتوفر ان احنا يكون لينا مدرستي الفاضلة أستاذة شيماء اللي فضلت معايا بقى، كملت معايا بقى هي مشوار برايل كله. ده بالنسبة للعربي والإنجليش. لما بدأت أدرس اللغة اليونانية، اللغة اليونانية بدأت أدرسها من وأنا عندي 13 سنة، كنت لسه في المدرسة. بس كانت دراسة ذاتية كده حرة، يعني إيه، كانت من الإذاعة المصرية، يعني ما كناش بندرس في المدرسة أو حاجة. هو أنا اجتهدت كده من الإذاعة المصرية وبدأت أدرس، وكنت عايزة أتقن اللغة. فلما دخلت العالم بتاع اللغة اليونانية بشكل يعني بدأت أتعمق فيه. درست يوناني قديم ولا يوناني قديم وجديد؟ يعني لا، أنا بدأت حديث في سنة قضيتها في كلاسيك، كانت قسم اللغة اليونانية واللاتينية في جامعة القاهرة، دي قضيتها يوناني قديم، والحمد لله كان في قديم وحديث، بس هما طبعا بيهتموا اكتر بالجانب القديم في قسم كلاسيك يعني. قبل بقى ما اروح قسم حديث يعني. في اختلافات كتير بين في اختلافات على مستويات كتير، يعني اللغه اليونانيه فيها القديمه فيها حاجات كتير جدا مش موجوده في الحديثه، والعكس صحيح. في مقارنات كبيره ممكن يعني تتعمل بين اللغتين. اتعلمت بقى اليوناني البرايل، ده كان اسهل عليا لان انا اوريدي فكيت رموز الطريقه، يعني فكيت الرموز من خلال العربي والانجليش قبل كده. فلما جيت اتعلم اليوناني بقت العمليه سهله. ميزه برايل ان هي عباره عن فكره ان هي تكوينها عباره عن مجموعه نقط احنا بنحركهم ونشكل بيهم الحروف، ده بيساعد ان العمليه تبقى اسهل في تعلم اي لغه. يعني لما حد يجي يتعلم لغه مش بطريقة برايل، بالطريقة المبصرة العادية، الخط بقى مختلف تماما وشكل الحروف مختلف تماما. في البرايل الموضوع بيبقى أسهل وأظرف، لأنه الرموز كده كده معروفة، هي فكرة تركيب الرموز دي جنب بعض في كل لغة بتختلف عن التانية. فده ساعدك على انك تعملي او تدرسي اللغه اليونانيه اللي انا شايفه فيها اصرار كبير. يعني الاصرار ده واحد نقدر نقول ان عنوان الفقره النهارده، لان أصريتي أنك تتعلمي في مدارس دمج مش في مدارس خاصة بتعليم بلغة برايل، أصريتي أنك تتعلمي اللغة اليونانية. أنا شايفة إصرار مستمر عندك على طول يا أندي. يعني هو أنا مش يعني أنا بحاول أنه يكون في حاجة أنا بعملها في حياتي، الباقي كله بيبقى أسباب ربنا بيسببها. يعني فكرة الدمج مثلا أنا واختار، يعني كانت فكرة أهلي زمان لما جيت أدخل المدرسة، كنت في سن صغير جدا، فكان اختيارهم هما إن أنا أدخل دمج كامل، ما أدخلش مثلا
مدارس مكهوفين او كده. اللغة اليونانية الحقيقة ده كان اختياري ومش اختياري في نفس الوقت، هو كان الأسباب كده ربنا سببها، وبدأت إن أنا أمشي في طريق اللغة اليونانية مع الإذاعة المصرية بقى وفريق العمل وكده لحد ما وصلنا للجامعة. يعني الحمد لله أنا كنت كان وصلوني للإجادة، وبعد الإجادة دخلت الجامعة، دخلت يوناني ولاتيني الأول وبعدين دخلت يوناني حديث، طلعت كنت يوناني ولاتيني قضيت فيه سنة، وكان مقفول على فكره بالمناسبه للمكفوفين، وحاولت عملت محاولات كتيره جدا لحد ما قالوا لي ادخلي على مسؤوليتك انت طالما انت يعني مصره. دخلت وربنا كرمني اسباب برضو ربنا سببها، وطلعت امتياز على الاولى على الدفعه في السنه دي ما شاء الله. بس هم ودوني بقى يوناني حديث علشان ده التخصص بتاعي بقى، كان لسه القسم ما فتحش ساعتها، لما فتح قالوا لي لا روحي بقى هناك. رحت في سنه اولى دخلت الاذاعه المصريه كمتطوعه، ولحد دلوقتي انا يعني كمتطوعه مش متعينه ولا ولا ليا يعني مقابل ولا حاجه، انا بدخل كمتطوعه اقدم البرامج هناك باللغه اليونانيه. واول برنامج انا فاكره كان برنامج تعليمي خاص بالناطقين بالعربيه ان هم ازاي يتكلموا يوناني، وتوالت البرامج بعد كده في مجالات مختلفه. عظيم. وفي سنه تانية بقى تم اعتمادي مدرس دولي من خلال الشهاده اللي حضراتكم ذكرتوها اللي هي السي 2 للنوماثيا لما خدتها. انت اول مصريه كفيفه تحصل على هذه الشهاده، شهاده اعتماد من اليونان. كلمينا بقى عن تفاصيل الشهاده دي، ازاي حصلتي عليها، وايه اهميه كونك اول مصريه تحصلي على هذه الشهاده؟ ما انا ما كنتش اعرف بقى. انا دخلت قلت ايه يعني، انا عايزه اخد، كان في حفله بيعملوها كل سنه في الجامعه عندنا اسمها اليوم اليوناني، عملناها وتم فيها دعوه مجموعة من الرموز والمسؤولين في الجالية اليونانية، كان من ضمنهم إدارة المركز الثقافي، مدير المركز الثقافي. وساعتها تواصلنا بعدها، لقيت في تواصل من المركز الثقافي. أنا طبعا ما أخدتش كورسات هناك، فمعرفش يعني ما كنتش باخد كورسات هناك، أنا كل شغلي كان مع الإذاعة، ومن الإذاعة دخلت بقى يعني كملت بقى. كلموني وقالوا لي ان في الشهاده الفلانيه، احنا عندنا من اول المستوى المبتدئ اللي هو الاي 1 لحد السي 2، هتدخلي ايه انت؟ سالوني هتدخلي مستوى ايه. فانا كان تحدي بالنسبه لي ان انا ادخل السي 2، كانوا بيشجع يعني كان في كتير بيشجعوني ان انا ادخل، منهم يعني كان في دكتوره، انا افتكر دكتوره ريروتا بريدو كانت في الجامعه، كانت دايما تشجعني تقولي لا ادخلي السي 2. قلت لها ايوه بس السي 2 ده حتى هم بيقولوا لي يعني بيدخلوا يعني نسبة النجاح فيه بتبقى يعني صعبة وما ما بياخدوش. قلت لهم طيب انا هجرب، انا مش خلاص انا مش منتظرة حاجة، انا هدخل ولو ما خدتوش فانا ما خسرتش، لو خدته يبقى كسبت. دخلت وكنا في رمضان والامتحان خد 12 ساعة، وبالمناسبة كان بطريقة برايل كله. بعد 12 ساعة وبعد بقى ما دخلت، وكان يوم ما يتنسيش بصراحة، لأن اللجنة هناك كانت عاملة يعني موفرين لنا كل الوسائل اللي تخلينا نمتحن وإحنا هادين، أعصابنا هادية مش متوترين، كانوا متفهمين حالتي جدا يعني، ورغم إن هي كانت أول مرة إن هم يشرفوا على لجنة حد كفيف يعني. كنت لوحدي خالص في اللجنة، ما كانش داخل معايا سي 2 ساعتها. بعد ده لما النتيجه طلعت بقى فاجئوني ان انت خدتي الشهاده بامتياز. فضلت شويه بقى مش على ما استوعبت الموضوع يعني، وعملوا لي ساعتها تكريمات. الكلام ده كان يعني انا امتحنت 2019، استلمت الشهاده 2020، اتعمل التكريمات بقى من السفاره والمركز الثقافي، السفاره اليونانيه في مصر ونائب وزير الخارجيه، وكان في مجموعه تكريمات يعني. ما كنتيش عارفه خالص، انا ما كنتش داخله علشان يتقال ان انا اول كفيفه مصريه، انا دخلت يمكن ده برضه نرجع لنقطة الأسباب. أنا دخلت علشان أنا عايزة أعمل حاجة، وكنت ربنا عارف إني صادقة في اللي بعمله. فكانت النتيجة إن هو يعني ما خذلنيش يعني. تحديات كتير عديتي بيها يا أندي، من أول الدراسة في مدارس الدمج، الدخول الكلية، قسم قعدتي تعملي مجهود كبير عشان تقدري تدخليه، امتحان الشهادة، روايتك، كل دي حاجات. عايزة أعرف التحدي الجاي بتاعك هيكون إيه، والحلم الجاي بتاعك هيكون إيه؟ والله لا، هي انا عايزه اتفرغ للروايه شويه، بس الاول خلينا نقول ان انا ما وقفتش عن دراسه اللغه اليونانيه، انا هستكمل
تاني اعمل دراسات اخرى في اللغه اليونانيه ان شاء الله، لتوسعه يعني الحصيله الثقافيه اللي عندي عن اللغه اليونانيه. انا مش هخسر حاجه يعني لما استمر في ده طبعا. ولكن الروايه انا شغاله عليها من 2010 على فكره، ببحث وبطلع ماده عايزه اتفرغ لها شويه، لان هي موضوعها بالنسبه لي مهم جدا، ومهم ان انا عايزه اديله من وقتي كتير. يعني انا حاليا بشتغل على ترجمتها باللغه الانجليزيه، وان شاء الله ربنا يوفقني بعد ما اخلص. دي غير الروايه اللي صدرت في معرض الكتاب. هي الروايه اللي صدرت في معرض الكتاب. طب انت هتترجميها لليوناني كمان ولا بما ان يا رب ان شاء الله، بس يعني اخلص الترجمه الاولانيه الانجليش وبعدين يعني بس النيه موجوده ان انا ابتدي في الموضوع، لانه موضوع مهم صحيح، وعايزه اديها شويه من طاقتي يعني. كل التوفيق ليكي، وشرفتينا ونورتينا، نموذج مهم جدا من النماذج المشرفة للمصريات. أول مصرية تحصل على هذه الشهادة من اليونان، ليها رواية صدرت في معرض الكتاب، مذيعة في البرنامج الأوروبي 26 سنة، وعاملة كل التحديات دي. كل الشكر ليكي أندي العربي، مذيعة باللغة اليونانية في البرنامج الأوروبي للإذاعة المصرية. شكرا جزيلا لك ونورتينا. شكرا لحضراتكم.